اليوم الثالث من التربص الإعدادي الذي يقيمه الفريق بتركيا، والذي يتزامن مع أول مباراة ودية أمام فريق إسكيسير سبور التركي. برمج المدرب دوزاكي حصة تدريبية صباحية للمجموعة ألف، والتي لن تشارك في الودية الأولى للفريق. تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد وديا مع مضيفه إسكيسير سبور التركي المنتمي لأندية القسم الثاني بصفر لمثله، في المقابلة التي جمعت الفريقين عشية اليوم السبت على أرضية الملعب الملحق لمركب أفيون سبور. شهدت المباراة إقحام المدرب دوزاكي معظم الوافدين الجدد إضافة إلى لاعبي الفريق الشباب للوقوف أكثر على عطاءاتهم البدنية والتقنية من خلال هذا المحك التجريبي. وسيطر لاعبو الدفاع الجديد على جل أطوار اللقاء بخلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل التي لم تعرف طريقها إلى الشباك. الدقيقة الأخيرة من اللقاء سيتحصل المهاجم الشاب حمزة هنوري على ضربة جزاء أخفق في تسجيلها اللاعب هشام مساكي لينتهي اللقاء على إيقاع بياض صفر لمثله. وكالعادة مشاهدينا، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وكذا صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي. إلى حلقة جديدة من يوميات المعسكر التدريبي للفريق بأفيون، دمتم في رعاية الله.